عزيزي التلميذ، في إطار الدعم والمراجعة والتحضير للفرد الأول من الدورة الثانية، نقدم لكم تذكيرا بأهم المفاهيم التي رأيتموها في الدروس المدرجة لهذا الفرد، ويتعلق الأمر بدرس التيار الكهربائي المستمر، التوتر الكهربائي، تجميع الموصلات الأمية، ثم المول والمقادير المولية. وسنختم هذا التذكير بإنجاز تمارين تطبيقية. التيار الكهربائي المستمر، رأينا أن هناك نوعان من الكهرباء، كهرباء موجبة كالتي تظهر على البلاستيك المحكوك، وكهرباء سالبة كالتي تظهر على قضيب الإيبونيز المحكوك. إذن يقرن بالكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة مقدار يسمى بالشحنة الكهربائية، نرمز له بكي ووحدته في النظام العالمي للوحدات الكولوم. نمر إلى التيار الكهربائي المستمر. التيار الكهربائي المستمر هو عبارة عن حركة جماعية للشحن أو لحملات الشحن الكهربائية. هي الإلكترونات بالنسبة للفلزات والأيونات بالنسبة للمحاليل المائية. منح التيار الكهربائي الإصطلاحي خارج العمود من القطب الموجب إلى القطب السالب، بينما الإلكترونات فتنتقل في المنحى المعاكس. كذلك في المحاليل المائية الكاتيونات تنتقل في المنحى الإصطلاحي للتيار الكهربائي، بينما الأنيونات تنتقل في المنحى المعاكس للمنحى الإصطلاحي للتيار الكهربائي. نمر الآن إلى قياس شدة التيار الكهربائي التي نرمز لها بـ U، وهي كمية الكهرباء الممررة خلال مدة زمنية دلتا T، مع كمية الكهرباء هي القيمة المطلقة لشحنة جميع الإلكترونات التي تنتقل خلال هذه المدة، وحدتها الأمبير، وتقاس بواسطة جهاز يسمى الأمبيرمتر ويركب على التوالي في دارة كهربائية، بحيث يدخل التيار من قطبه الموجب ويخرج من قطبه السالب. يمكننا استعمال أمبيرمتر ذو إبرة، وتفاديا لإتلافه نبدأ باستعمال أكبر عيار، ويكون القياس أكثر دقة بواسطة أصغر عيار ممكن. ولقياس أو لحساب شدة تيار E نستعمل العلاقة سيف وآن على N0 مع السي العيار المستعمل، N عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، وN0 عدد تدريجات الميناء. يصاحب هذا القياس ارتياب مطلق نرمز له بدلتا E، بحيث دلتا E تساوي العيار مضروب في فئة الجهاز مقسوم على 100. ولحساب دقة القياس أو ما يسمى بالارتياب النسبي، نقسم الارتياب المطلق على شدة تيار E. خاصية شدة التيار، إذن في الدارة المتوالية القيمة التي يشير إليها الأمبيرمتر A1 هي نفسها القيمة التي يشير إليها الأمبيرمتر A2، وبالتالي فإن شدة التيار الكهربائي تكون متساوية في كل نقطة من نقاط دارة كهربائية متوالية. في الدارة المتفرعة القيمة التي يشير إليها الأمبيرمتر A1 زائد القيمة التي يشير إليها الأمبيرمتر A2 تساوي القيمة التي يشير إليها الأمبيرمتر A، وهذا ما يلخص أو يترجم قانون العقد. يعني بصفة عامة مجموع شدة التيار الداخلة إلى نقطة أو إلى عقدة، مثلا العقدة M هنا، يساوي مجموع شدات التيارات الكهربائية الخارجة منها. نمر الآن إلى درس التوتر الكهربائي ومفهوم التوتر. إذن التوتر الكهربائي الذي نرمز له بـ U بين نقطتين A و B، مثلا التوتر UAB،
فهو يساوي فرق الجهد الكهربائي بين هاتين النقطتين وبالتالي UAB يساوي VA ناقص VB مع V الجهد الكهربائي وحدة التوتر في النظام العالمي الوحدات هي الفولت نمر الآن إلى تمثيل التوتر الكهربائي نمثل التوتر الكهربائي UAB بسهم يتجه من B نحو A والتوتر UBA بسهم موجه من A إلى B أي أن التوتر UAB يساوي ناقص التوتر UBA وهذا ما يترجم جبرية التوتر الكهربائي لقياس التوتر الكهربائي نستعمل إما فولتمتر رقمي وتتم القراءة بكيفية مباشرة أو استعمال فولتمتر ذو إبرة ونستعمل العلاقة المعروفة أو باستعمال جهاز رسم التذبذب نذكر أن الفولتمتر يركب على التوازي في دارة كهربائية بحيث يدخل التيار من قطبه الموجب V ويخرج من قطبه السالب K خاصية التوتر الكهربائي في الدارة المتوالية التوتر الكهربائي بين مربطي ثنائي قطب AD المكون من ثنائيات القطب AB BC CD مركبة على التوالي يساوي هذا التوتر بين مربطي القطب AD مجموع التوترات الكهربائية بين مربطي كل ثنائي قطب يعني أن التوتر UAD يساوي UAB زائد UBC زائد UCD وهذا ما يترجم قانون إضافية التوترات أما في الدارة المتفرعة فإن التوتر UAC يساوي التوتر UBD يعني أن التوتر هو نفسه بين مربطي ثنائيات قطب مركبة على التوازي نمر إلى التوترات المتغيرة متى نقول أن توتراً متغيراً إذا تغيرت قيمته خلال الزمن وعندما يأخذ هذا التوتر قيماً موجبة وقيماً سالبة نقول أنه متناوب وإذا تكرر بكيفية منتظمة ومماثلة خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية نقول أنه توتر دوري وهذه المدة نرمز لها ب T وتسمى الدور مثلا المثال الذي أمامنا فهو يبين أو التوتر الذي أمامنا فهو عبارة عن توتر متغير متناوب ودوري مميزات هذا التوتر يتميز بالدور وهو أصغر مدة زمنية يأخذ خلالها التوتر نفس القيمة متغيرا في نفس المنحة وحدته الثانية ونقوم بحسابه باستعمال العلاقة T تساوي X و SX أو SH مع SX أو SH تسمى الحساسية الأفقية أو سرعة الكسح وX هو عدد التدريجات التي تمثل الدور بالنسبة للتردد F هو عدد الأدوار المنجزة خلال ثانية واحدة ويرتبط بالدور بالعلاقة F تساوي 1 على T وحدته في النظام العالمي الوحدات هي الهرتز كذلك من بين مميزات هذا التوتر نجد التوتر القصوي أو ما يسمى بالوسع نرمز له بـ E max وهي أكبر قيمة يمكن أن يأخذها التوتر المتغير وحدتها الفولت وتحسب باستعمال العلاقة EM تساوي Y فوا SV أو SY الحساسية الرأسية وY هو عدد التدريجات التي تمثل التوتر القصوي في هذا المثال ثلاث تدريجات بالنسبة للتوتر الفعال فهو القيمة التي يعطيها لنا الفولتمتر عند استعماله لقياس توتر دوري وتربطه علاقة بالتوتر القصوي وهذه العلاقة هي U إفكاس التوتر الفعال يساوي U max على جذر مربع 2 وحدته الفولت نمر الآن إلى درس تجميع الموصلات الأومية رأينا
كتذكير قانون أوم، هذا القانون يقول أن التوتر بين مربطي ثنائي قطب، وهنا الموصل الأومي يتناسب اضطرادا مع شدة تيار إي التي تمر فيه، وذلك حسب العلاقة إي يساوي إرف وإي، كما يمكن كتابته على الشكل إي تساوي جي فوا إي مع جي مقلوب المقاومة، وتسمى بمواصلة الموصل الأومي، وحدتها في النظام العالمي الوحدات السيمنس، ونرمز لها بأس ماجيسكول. تجميع الموصلات الأومية، هناك تجميع على التوالي وتجميع على التوازي. في حالة التجميع على التوالي، لأن من الموصلات الأومية فإننا نحصل على موصل أومي مقاومته R تساوي مجموع المقاومات R1 R2 جيسكا Rn. بالنسبة للتجميع على التوازي، فإننا نحصل على موصل أومي مقاومته R بحيث مقلوب هذه المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومة أو مقاومة الموصلات الأومية المكونة لهذا ثنائي القطب. نمر إلى تركيب مقسم التوتر. بالنسبة لتركيب مقسم التوتر، فهو تركيب يمكننا من الحصول على منبع توتر قابل للضبط انطلاقا من منبع توتر ثابت. مثلا يمكننا الحصول على التوتر UCB انطلاقا من التوتر UAB، بحيث UCB هو توتر قابل للضبط. كيف ذلك؟ باستعمال المعدلة، بحيث عند تغيير C الزلقة C يتغير موضوع الزلقة C، فيتغير معها طول السلك المكون للجزء BC، فتتغير معه مقاومته، وهذا ينتج عنه تغير التوتر UCB. أي أن المعدلة تمكننا من تغيير التوتر UCB بتغيير موضوع الزلقة، لهذا سمي التركيب بمقسم التوتر. نمر الآن إلى تطبيق لما رأيناه. نعتبر التركيب جانبه والمكون من أربع موصلات أومية ذات المقاومات R1 R2 R3 و R4. إذن السؤال الأول، أحسب المقاومة R' المكافئة لتجميع المقاومات R2 R3 R4 المركبة على التوازي. السؤال الثاني، أحسب المقاومة R المكافئة للتركيب AC ككل. السؤال الثالث، إذا علمت أن التوتر UAC يساوي 6 فولت، فأحسب شدة التيار EA المارة في ثنائي القطب AC، ثم أحسب قيمة التوترات UAB بين مربطي الموصل الأومي R1 و UBC التوتر بين مربطي الموصل الأومي R2 أو R3 أو R4، لأنها ثنائية قطب مركبة على التوازي، وبالتالي التوتر بين مربطيها هو نفسه. ثم السؤال الأخير، أحسب شدة التيار E2 E3 و E4. نمر إلى التصحيح. إذن R2 و R3 و R4 هي موصلات أومية مركبة على التوازي. إذن للحصول على المقاومة المكافئة لتجميع هذه الموصلات الأومية، سنستعمل العلاقة 1 على R' تساوي 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد 1 على R4، مع R' هي المقاومة المكافئة لتجميع هذه الموصلات الأومية. إذن نجد أن 1 على R' تساوي 0.2 أوم وانزا، وللحصول على R' ننجز المقلوب، فنجد أن R' تساوي 5 أوم. نمر الآن إلى السؤال الثاني، وهو حساب المقاومة المكافئة للتركيب ككل، يعني AC. إذن R' ستصبح مركبة على التوالي مع R1، وبالتالي ثنائي القطب AC سيصبح عبارة عن موصل أمي R1
مركب على التوالي مع الموصل أومي R' الذي قمنا بحسابه سابقا. إذن بما أن R1 و R' مركبان على التوالي، إذن المقاومة المكافئة لتجميعهما هي مجموعهما، وبعد إنجاز الحساب نجد أن R تساوي 30 أوم. واحد ثلاثة، حساب قيمة E1. إذن E1 هو شدة التيار المار في ثنائي القطب AC ككل. إذن حسب قانون أوم، التوتر EAC بين مربطي ثنائي القطب هذا هي R فوا E1. إذن E1 هي EAC على R، 6 على 30 تساوي 0.2 أمبير. نمر إلى السؤال الموالي، وهو حساب توتر EAB بين مربطي R1. إذن التوتر بين مربطي R1 يتناسب مع شدة تيار المار فيه حسب قانون أوم. إذن بتطبيق قانون أوم نجد أن EAB تساوي R1 25 في E1 0.2. إذن التطبيق العددي وإنجاز الحساب يعطينا EAB تساوي 5 فولت. بالنسبة للتوتر EBC سننجز قانون إضافية التوترات، EAC تساوي EAB زائد EBC، وبالتالي EBC تساوي EAC ناقص EAB. إذن بعد إنجاز التطبيق العددي نجد 6 ناقص 5 تساوي 1 فولت. نمر إلى السؤال الأخير، حساب قيم الشدات E2 E3 و E4. حسب قانون أوم التوتر EBC يساوي R2 في E2، إذن E2 تساوي EBC على R2. بعد إنجاز الحساب نجد أن E2 تساوي 0.05 أمبير، يعني 15 أس ناقص 2 أمبير كتابة علمية. نفس الشيء بالنسبة لـ E3، التوتر EBC هو نفسه التوتر بين مربطي R3 كذلك. إذن حسب قانون أوم نجد أن E3 تساوي EBC على R3. بعد الحساب نجد أن E3 تساوي 0.1 أمبير. أما بالنسبة لـ E4 فيمكننا استعمال قانون أوم، EBC يساوي R4 في E4، كما يمكننا استعمال قانون العقد. في العقدة B لدينا E1 تساوي E2 زائد E3 زائد E4، وبالتالي E4 تساوي E1 ناقص E2 ناقص E3، إذن نجد 15 أس ناقص 2 أمبير. نمر الآن إلى درس المول والمقادير المولية. إذا رأينا تعريف المول، وهو كمية المادة لمجموعة تحتوي على عدد من الدقائق، سواء كانت ذرات، جزيئات، أيونات، إلكترونات، ما إلى ذلك، يساوي عدد الذرات الموجودة في الكتلة 12 غرام من الكربون 12. وكمية المادة لنوع كيميائي X بصفة عامة هي عدد المولات من هذا النوع، يرمز لكمية المادة بالعدد N صغيرة المينيسكول لهذا النوع X، بحيث إذا كنا نتوفر على عينة تحتوي على N كبيرة من الدقائق فإن كمية مادة هذا النوع الكيميائي في هذه العينة يساوي عدد دقائق N على NA. وحدة كمية المادة هي المول، وNA ثابتة أفوغادرو. نمر الآن إلى الكتلة المولية. الكتلة المولية الذرية، وهناك الكتلة المولية الجزيئية. الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي X هي كتلة مول واحد من هذا العنصر، ويعبر عنها بالجرام على المول، ويرمز لها بM ماجسكول. أما الكتلة المولية الجزيئية لجسم خالص فهي كتلة مول واحد من جزيئات هذا الجسم، ولحسابها فهي تساوي مجموع الكتل المولية للذرات المكونة أو الداخلة في تركيب هذه الجزيئة. كمية المادة لنوع كيميائي X الموجودة في عينة ذات كتلة M صغيرة تحدد باستعمال العلاقة التالية. إذن كمية المادة N تساوي M صغيرة على M كبيرة، بحيث N كمية المادة بالمول، M الكتلة بالجرام، و M كبيرة الكتلة المولية بالجرام على المول. نمر إلى الحجم المولي لغاز. الحجم المولي كتعريف لغاز فهو الحجم
الذي يشغله مول واحد من هذا الغاز نرمز له بVM ووحدته في النظام العالمي للوحدات متر كوب على المول موانزا ونستعمله كوحدة عملية اللتر بار مول إذن بالنسبة للحجم المولي فهو يتعلق بظروف التجربة لدرجة الحرارة والضغط وتحدد كمية مادة لعينة من غاز X حجمها V الموجودة في ظروف تجريبية معينة لدرجة الحرارة والضغط نستعمل العلاقة N تساوي V على VM إذن أذكر أن الوحدة العالمية هي المتر مكعب على المول بينما الوحدة العملية هي اللتر بار مول نمر الآن إلى كثافة غاز بالنسبة للهواء إذن تعرف كثافة غاز La densité بالنسبة للهواء والتي نرمز لها بالرمز بسي دي بأنها النسبة بين M كتلة حجم معين V من الغاز إلى MR كتلة نفس الحجم ولكن من الهواء في نفس الظروف التجريبية لدرجة الحرارة والضغط ونكتب D كثافة غاز تساوي الكتلة لهذا الحجم من الغاز على نفس الكتلة MR من على نفس كتلة على MR كتلة نفس الحجم من الهواء إذن بالنسبة لمول واحد تصبح العلاقة D تساوي M كبيرة على MR بالنسبة للكتلة المولية للهواء تساوي 29 غرام بار مول وبالتالي كثافة غاز تساوي كتلته المولية M كبيرة على 29 نمر الآن إلى إنجاز تطبيق يعبأ غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2 في أسطوانات بغرض استخدامه في إخماد الحرائق أولا أحسب كتلته المولية الجزيئية M كبيرة واستنتج كثافته D السؤال الثاني تحتوي قارورة على حجم V يساوي 1.8 لتر من هذا الغاز أحسب كمية مادته N والسؤال الأخير استنتج كتلته M وأحسب عدد جزيئاته N كبيرة في هذا الحجم نعطي الكتل المولية لمختلف الذرات والمكونة للجزيئة CO2 أي الكربون والأكسجين الحجم المولي VM وNA عدد أفوغادرو إذا نمر إلى التصحيح السؤال الأول المطلوب هو حساب الكتلة المولية الجزيئية لCO2 إذا الكتلة المولية لCO2 هي الكتلة المولية للذرية لجميع الذرات المتداخلة أو الداخلة في تركيب هذه الجزيئة أي MC زائد 2MO إذا الكتلة المولية للكربون 12 الكتلة المولية للأكسجين 16 ولكن لدينا ذرتي أكسجين إذن 2 في 16 سنجد أن الكتلة المولية تساوي 44 غرام بار مول الآن نقوم بحساب الكثافة إذن سنستعمل العلاقة D تساوي M كبيرة على 29 إذن بعد إنجاز التطبيق العددي نجد أن كثافة CO2 بالنسبة للهواء تساوي 1.52 تقريبا نمر إلى السؤال الثاني وهو حساب كمية مادة CO2 الموجودة في هذه العينة إذن نعلم أن N كمية المادة للغاز CO2 تساوي V على VM إذن V 1.8 لتر و VM 24 إذن بعد إنجاز الحساب نجد أن كمية مادة CO2 الموجودة في هذه العينة هي 7.5×10²² مول السؤال الثالث والآخر استنتج الكتلة M واستنتج عدد جزيئات الغاز N كبيرة إذن نعلم أن N تساوي M صغيرة على M كبيرة إذن المطلوب هو M صغيرة إذن M تساوي N فوا M N صغيرة هي 7.5×10²² والكتلة المولية 44 إذن نجد أن هذه الكتلة تساوي 3.3 غرام ثم الشطر الثاني من السؤال هو حساب N عدد جزيئات الغاز إذن
نستثمر العلاقة التي تربط بين كمية المادة وعدد الدقائق N. إذا لدينا N تساوي N على NA، المطلوب هو N كبيرة، إذا N كبيرة تساوي N صغيرة في NA. كتطبيق عددي نجد أن عدد جزيئات الغاز N الموجودة في هذه العينة هو 4.52 10 أس 22 جزيئة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا التذكير ومن إنجاز تطبيقات أو تمارين تطبيقية لهذا التذكير. أتمنى الاستفادة للجميع، والسلام عليكم.